مخرج قد ايه بعد بدي انترو؟ خلصينا بلشي بلا انترو. يلا مساء الخير. كلنا بنعرف انه بال 75 بلشت الحرب الاهليه بلبنان، صحيح كان اسمها اهليه بس ما ضل طرف من برا العائله ما تدخل فيها، ولم تعد حربا اهليه بل باتت لعبة تداخلت فيها العوامل الإقليمية والدولية. بالعام 76 فات الجيش السوري على لبنان تحت مسمى قوات الردع العربية، وبقيوا منتشرين بلبنان من تشرين 90 وحتى 2005. 13 تشرين الأول 1990 شهد دخول القوات السورية للقضاء على الشيء اللي اعتبروه بوقتها حالة تمرد على الشرعية. Et peu de temps après, j'ai reçu un appel du général Aoun. Il m'a à ce moment-là demandé s'il était possible, pour limiter les dégâts civils et militaires et sauver ce qui pouvait l'être, de négocier un cessez-le-feu. غادر العماد ميشيل عون قصر بعبده للسفارة الفرنسية عند السفير رينيه ألا وتحولت غنية عونك جاي من الله لعونك فيل اللي عند ألا. أنا من زمان قبل لبنان، ساعتها وقت الكل بيفلوا ويبقى العماد عون لوقته، ساعتها يا رو بيصلي ما بيلحقهم. بس انا اخر واحد، انا طبطان، انا اخر واحد بترك لبنان. انا زيل من السفاره غادر العماد ميشيل عون وبقي منفي 15 سنه. وها انا اعود اليكم اليوم ولبنان اصبح سيدا حرا مستقلا. بالوقت نفسه انسجن سمير جعجع رئيس القوات اللبنانيه من سنه ال 94 للعام 2005 11 سنه. خرجتم من السجن الكبير الذي كنتم قد وضعتم فيه فاخرجتموني معكم بالفعل ذاته من السجن الصغير الذي كنت قد وضعت فيه. قصه عون والقوات قصه عشق قديمه بتشبه شوي قصه نينا وريدا بطرس، جربوا يغنوا مع بعضهم ما مشي حالهم، جربت نينا لحالها وريدا لحالها كمان ما مشي حالهم. بلشت قصة العشق بين القوات والتيار الوطني الحر بالنص الثاني من ثمانينات القرن الماضي، وكانت أبرز ميليشيا بالساحة المسيحية هي ميليشيا القوات اللبنانية اللي أسسها بشير جميل. سنة 88 انتهت ولاية الرئيس أمين جميل بلا ما يتم انتخاب رئيس ثاني، فشكل أمين جميل حكومة عسكرية بقيادة ميشيل عون لحين انتخاب رئيس. رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي: عين العماد ميشيل عون رئيسا لمجلس الوزراء ويحتفظ برتبته العسكرية في الجيش. وصار في بلبنان حكومتين، واحدة بالشرقية وواحدة بالغربية، واحدة برئاسة عون وواحدة برئاسة سليم الحص. ما فهمت شو خصني نوريدا بطرس؟ انه بحس كل سياسي بلبناني بيشبه فنان معين. الرئيس بري مين بيشبه؟ ولو راغب علامة صار له شي 30 سنة سوبر ستار. إيه لكان فينا نقول إنه بيشبه نجوى كرم كمان. طب والرئيس الحريري؟ صبوحة. وليد جملاط. هيفا وهبي وأم كلثوم. أوف شو جاب لجاب. بالضبط، متناقض وليد بيك، أنت بلش من إنه رئيس حزب درزي اشتراكي. جعجع لحاله مين بيشبه؟ بيشبه عبد الحليم. حافظ؟ كلا، بيشبه عبد الحليم كراكلا. خلينا نرجع لنينا وريدا بطرس، عون وجعجع. بعد سنوات وسنوات من القتال والخصومة تمت مصالحة تاريخية نتج عنا اتفاق معراب يلي ساهم بإيصال الرئيس عون لسدة الرئاسة. أحلف بسم الله العظيم. أحلف بالله العظيم. أحلف بالله العظيم. وساهم أيضا بإنتاج عمل فني عظيم ورائع ذكرنا بالزمن الجميل وأغنيات مثل كتموت ويا حلوة يا بطة. كان عايش معي نفس العمر والأوضة وعى المسيح اللي جواتي. أماني أنت مسلمة؟ عما شو عرفك؟ شهر العسل ما دام إلا وقت قصير وبسرعة تحول شعار الأوعى خيك لأوعى أمك. هلا هيدا بتسموه مشكل؟ ايه تعالوا شوفوا مشاكل الاسلام كيف؟ القوات عم بيطالبوا بتمثيل اكبر بالحكومه الجديده، كونهم حصلوا على كتله اكبر بمجلس النواب، والتيار طالب 6 مقاعد بالاضافه لخمس مقاعد لرئيس الجمهوريه. كتله تكتل لبنان القوي 29 نايب يعني 6 وزراء، رئيس الجمهوريه قضى العرف وبالحكومه البارحه الاخيره 5 وزراء. مع انه هون قبل ما يكون رئيس كان عنده غير راي بموضوع وزراء الرئيس. انا لا بدي اعطيه لرئيس الجمهوريه، اذا كان معي فيش لزوم اعطيه، اذا كان ضدي لا بدي افسد تمثيلي
انا وعدت ناس من عندي حتى يصوتوا ضدي. ومثل العاده الدستور عنا وجهه نظر كانه منيو بمطعم. بليز بدي صحن وحده وطنيه مع طوم وكبيس، عيش مشترك مع رشه زعتر، ساندويش سلم اهلي مع بندوره وبصل، ومناصفه بالادارات. سوري مدام ما بتحبي تحلي؟ ثلاثيه جيش وشعب ومقاومه ورز بحليب. واوقات المطعم اذا شي صنف عنده منه كتير وخايف ينتزع بصير يغريك تطلبه، يعني مثل صفقه العدادات. حكينا قبل عن مشكله الكهرباء اللي ادت لظهور قطاع المولدات، وبما انه وزراء التيار القوي اللي مستلمين وزاره الطاقه من 10 سنين عجزوا عن تنفيذ وعودهم بحل ازمه الكهرباء، واكثر من هيك تدهور الوضع للأسوأ. مصادر متابعة لملف الكهرباء في لبنان لفتت إلى أن اعتمادات الفيول أويل المتبقية للأشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول هي أقل من 250 مليار ليرة لبنانية، وبالتالي إذا لم توافق وزارة المال على زيادة السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان فإن التغذية بالتيار الكهربائي في هذه الفترة ستنخفض إلى ما دون 8 ساعات يوميا. وبخطوة جريئة قرر وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري تركيب عدادات لمولدات الكهرباء. كل الوزارات المعنية تتعاون لتطبيق القرارات اللي أخذتها وزارة الاقتصاد بتركيب العدادات ابتداء من 1/10 هيدي السنة، والهدف الأساسي اللي حابب كرر هالموضوع إنه هي مصلحة الناس. العتمة مسؤول عنها الدولة ووزير الاقتصاد، إذا بدو ينعمل محاضر ضبط فينا نحن راح يكون لنا موقف بكل لبنان، ما راح نقبل يستفردوا فينا واحد واحد. نحن اليوم بدنا نطبق القانون، في اذا مضطرين القوى الامن تستعمل القوه رح تستعمل القوه. يعني بتعبير اخر، اذا ما قدرنا نعمل اصلاح بقطاع الكهرباء نعمل تغيير بتوجيه غضب الشارع على اصحاب المولدات. ولما اصحاب المولدات اعترضوا على القرار واعتبروا التسعيره ما بتناسبهم، الوزير القوي اصر انه المهم التسعيرة تناسب المواطن. أصحاب المولدات الذين اعتصموا رفضا لقرار وزارة الاقتصاد والتي حددت تسعيرة 410 ليرة لبنانية عن كل كيلوات ساعة، أكدوا أن التسعيرة مشحفة بحقهم، مصرين على تسعيرة 560 ليرة لبنانية. علوا السعر من 300 إلى 330 بعدين إلى 410 سعر الكيلوات، اللي هو أكثر من عادل لأصحاب المولدات. بس بسيطة، بعدنا أرخص من لندن. عم تدفع عنا؟ ليش أنت أصلاً عارف شو عم ندفع؟ لنعرف شو عم يدفع المواطن اللبناني وقديش رح يفرح بس يعرف أنه وضعه بيشبه لندن. مازن نزل على الشارع ورجع بهذا التقرير. مثل ما كلكم بتعرفوا بلبنان المواطن بيدفع فاتورتين كهرباء، نعم، فاتورة للدولة وفاتورة لأصحاب المولدات، وهيدي الفاتورة بتتغير شهريا حسب سعر الأمبير، وسعر الأمبير بيتغير حسب عدد ساعات التغذية من شركة الكهرباء الرسمية أونلي إن ليبانون. قد ايه بتدفع حق الخمسة أمبير؟ 50 دولار. 100,000 خمسة أمبير 50 دولار. ما بدفع أمبير، ما عامل اشتراك. بابا اللي بيدفع خمسة أمبير شي 100,000. صراحة أنا ما بدفع لأنه بيتي حد وزارة الداخلية وبتنقطع شي ساعتين أو ثلاثة بالنهار فماني بحاجتها. شي 100,000. 50 دولار. 75 دولار. انت دائما تدفع اشتراك، هذا قل لي. بتعرف انه بلندن وفرنسا بيدفعوا حق الاشتراك 5 امبير 10 يورو بس؟ يس. وين؟ 10 يورو يعني تقريبا شغله منيحه هاي. ليه؟ لانه في دوله ما بعرف لبنان كل شيء اغلى. بس وزير الطاقه عم بيقول انه نحن مثلهم مع انه هن ارخص مننا بمنيح. الوزير هيك قال. وين منتظم قطاع المولدات، بفرنسا ولا بلبنان اكثر؟ اكيد بفرنسا، يعني بالنهايه عندهم دوله، نحن ما عندنا دوله ابدا. وين بتحس افضل، قطاع المولدات بلندن ولا قطاع المولدات هون؟ لندن، لانه عندهم باستخدام الكهرباء احسن. مع انه اصحاب المولدات بلندن عملوا مظاهرات واحتجاجات كرمال انه وطوا لهم السعر، شو رايك انت بالموضوع؟ قد ايه وطوه تقريبا؟ للخمسة يورو مش 10 يورو. ما عن حق. لذيذ وزير الطاقة سيزار أبي خليل لما شبه سعر الوات بلندن بسعر الوات بلبنان. What are you talking about؟ يا حبيبي على القليلة هونيك في فاتورة واحدة والناس عايشين شوي صغيرة أحسن من عيشتنا. بسيطة، بالنهاية صاحب المولد هو يلي عم يدفع حق العداد. كلفة العداد صحيح عم بيحملها المولد، إنما عم بيقسط له إياها للبيت، للمشترك، للمستهلك على فترة سنة. نفذنا القرار ومشينا بالاسعار، وبحساباتي انا بالسيميليشن انا باللي عندي، اللي عندي 800 زبون اللي عندي هني، انا بخسر 12 مليون ليره. بحبوا يطلعوا يتفرجوا على حساباتي وانا خسران 12 مليون، يطلعوا يتفرجوا. واذا بدوا يحسبونا بمفعول رجعي انه ربحته
وخسرته بعدين بدنا ناخذه منكم هلا، هذا مش شغل دولي ولا شغل مؤسسات. ما فهمنا شيء، بس انه اكيد في حكمة من الموضوع. اكيد لا، ما في حكمة ولا شيء، بس الوزير اللي وصف اصحاب المولدات بالمافيا بيعرف انه المافيا اقوى من الدولة، وعلى قاعدة مجبر اخاك لبطل قرار بلش تنفيذه، والوزارة نزلت تراقب وتعمل محاضر ضبط بحق المخالفين. اصحاب المولدات هون كانوا عم بيقولوا انه انتم في مناطق لا تجرؤون الدخول اليها مثل مريجي والليلة كده. هيدي لا تجرؤون في مناطق هيك بدنا مؤازرة امنيه اجباري. حسيتها مذيعة فرانس 24 مش مذيعة المنار، انه عن جد مش عارفة انه في كتير مناطق مستثنية من كتير قرارات. شيلنا من آلية التطبيق وخلونا نرجع للقرار. ممكن كتير تكون فكرة العدادات بتخفف شوي عن المواطن لو ما بنعرف انه هي مجرد صفقة وبدها تمرق. مع عليك قرار تحميل المواطن سعر العداد هو بمثابة ضريبة، وفعليا هيدا الشيء بده قرار مجلس وزراء. صحيح الخبرية شكليات وكان رح يتم الموافقة عليه بجميع الأحوال لأنه بالنهاية رح تمرق، بس خلونا نحافظ على الشكليات. يعني مع عليك فيك تتعلم من فخامة الوزير جبران باسيل ملك الشكليات. 325 مليون ليرة لشراء ثلاث سيارات من نوع 530i BMW. من شيء قليل صارت الجريدة الرسمية بمصاري. هلأ عرفنا ليه؟ لأنه لزوم الوزارة 3 BMW موديل السنة، فول أوبشن، أوتوماتيك، فتحة بالسقف، جنوطة، سراوند سيستم، من 0 ل 100 كيلومتر بست ثواني، فرج جلد، ABS، 6 إيرباكس مع سيدي بوكس، بس 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 ب 350 مليون ليرة وبلا تسجيل. الوزارة وضحت أنه السيارات هي للتشريفات، يعني لاستقبال سفراء وقائمين بالأعمال، يعني تاكسي وزارة مطار. يا معالي الوزير رائد خوري، يا ريت نتعلم شوية شكليات من جبران باسيل. بلكي بتطلب لك ثلاث مدرعات لزوم اقتحامات، وهيك بيصيروا المفتشين يقدروا يفوتوا على دولة الليلك المريجي ليتأكدوا من وجود العدادات. نحن كبرنامج ساخر قررنا ما نتعامل مع موضوع الصحافي السعودي جمال خاشقجي بسخرية، بس البرامج التانية يلي مش ساخرة هي يلي قامت بالواجب. نبدأ من لبنان وتحديدا وسائل الإعلام المعادية للعيد الحاكمة بالسعودية يلي تحولت لناطق باسم حقوق الإنسان. في تركيا لم تدع الرياض للصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي حرية اختيار مصيره، واقتربت الحقائق من تصديق ما ينشر عن ضرب وتعذيب وتقطيع، على أن رائحة صفقة ما بدأت تشم على حساب كل مسميات الحرية وحقوق الإنسان. Human Rights Watch العربية. حفظوا ملامح من لبس قميصا أسود وربط يده بشريط أصفر حاملا عصا ضرب بها المتظاهرين أمام السفارة الإيرانية هناك حيث قتل هاشم. أصلاً هاشم السلمان مواطن عادي مش صحافي، وهو قتل خارج السفارة الإيرانية ببيروت مش داخلها. تفرق كتير. معلش هيدي بالآخر نشرات أخبار، يمكن الأمور تختلف في البرامج السياسية التحليلية. يمكنها العقلية السعودية التي تحكم في المملكة العربية السعودية التي لا تطيق الرأي الآخر. يجب أن نبقي بذهننا دائماً بأنه الرياض لها سجل حافل في استهداف المعارضين أو الأمراء الذين كانوا ينشقون أو يعارضون ويخرجون إلى المهجر. فعلا يا جماعة أهم شيء عدم استهداف المعارضين والرأي الآخر. من أعلن الحرب على أهله في بيروت لم يوفر الإعلام، فاستهدف جريدة المستقبل كرسالة أولى ومن بعدها قناتي المستقبل وأخبار المستقبل وأيضا إذاعة الشرق. على كل حال المستقبل مش رأي آخر، مستقبل عملاء المشروع الصهيوني أمريكي. المستقبل أو يلي بيعبروا عن انتمائهم لهيدا الخط ما كانوا أفضل حال من قناة المنار. نديم قطيش الإعلام السابق بتلفزيون المستقبل، المهاجم الأول على إيران وحزب الله والمدافع الأول عن الحريات والتعبير، كان مستاء كتير من يلي عم بيصير بقضية الخجقجي، مستاء كتير ومعصب. طيب كمان القضية فيها احتمال قتل وتنكيل بالجثة بحسب التسريبات، والفكرة بحد ذاتها يلي إلها علاقة بحرية التعبير خلته ينتفض. إيه بس حرية التعبير بتوصل عند نديم قطيش لعند السعودية. يا زلمة صرت نسخة لبنانية عن لاري كينج العرب. هو احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل لجمال خاشقجي ولا عايزين نخلص على السعودية؟ يبدو انه اعلام قطر وبعض الاعلام التركي وضع السعودية بالزاوية ودوائر حمر سؤال هو واضح، العالم اللي بيتحرك حوالينا ده عايز يعرف المسكين الغلبان جمال خاشقجي حصل له ايه، ولا عايزين ننهي دور محمد بن سلمان فقط في اعلام ربما اعلام قطر وبعض الاعلام التركي. اصلا اي فيل لايك محمد بن سلمان بعد ما شاف نديم قطيش عم بيدافع عنه. ما تقوفر يا بان، كبرنا مش ساخر كتير عم نحس بالمنافسه هالفتره بلبنان، كلهم بيغاروا مني ومش بس على التلفزيونات، حتى نقيب الصحافه اللبنانيه عون الكعكه الاخوانجي الهارب محمد محسوب
نقيبنا، إذا في صورة انتشرت على مواقع التواصل ما في داعي تعتمدها صحيفتك، وين التحقق والمهنية؟ في وجه إعلامي سعودي حفظناه بلبنان، عدوان الأحمري. عدوان بيحتل الشاشات العربية بعد كل عملية اختطاف لينفيها، ولمع نجمه بلبنان لما كان هو نفسه عم ينفي اختطاف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. اليوم ورد بكل شفافية استقبالات سعد الحريري للسفراء الغربيين ولممثلين من الاتحاد الأوروبي أنه ليس كما أشيع تحت الإقامة الجبرية، أو أنه ليس كذلك معتقلا. أما اليوم يلي اختلف مع عدوان الأحمري هو الثقة بالنفي. سيد الكريم، أنت قلت تقارير أمنية تشير إلى أنه لم يخرج من السفارة. أنا أقول لك إلى قبل الحلقة في جميع الصحف التركية، ولدينا أيضا أصدقاء في إسطنبول، ولدينا صحفيين ونتأكد من المصادر، لم يصدر أي تقرير أمني يتحدث عن عدم خروج جمال خاشقجي. لا صادق، ونحن بنعرف منيح بلبنان قديش صادق، خاصة أنه أنت الوحيد يلي كنت بتملك دليل خروج الخاشقجي من القنصلية. وبتعرفوا مين تبنى هالدليل ونشره؟ رح أقرب لكم الفكرة. عن مين قلنا قبل شوي أنه بيعتمد بأخباره على السوشيال ميديا من دون مهنية ولا تحقيق؟ عون الكعكة، كمان صحيفة الشرق. صح، ويلا يا عوني، ويلا يا عوني. ولما نحكي عن الإبداع لابد ما نحكي عن الإبداع المصري والإعلام المصري، وهو ملك الإبداع. كل الشواهد بتقول إن اللي ورا هذه العملية تركيا وقطر مش السعودية، كل الشواهد المقروءة. احنا معانا الفيديو اللي طبعا خطيبة اسمه جمال خاشقجي بيقال عنده 24 سنة، هو تجاوز 60، كاتبة تويتة النهاردة أو امبارح بتشتم مصر. هلا اول شيء شو لابس انت؟ تاني شيء تقريبا اذا مش غلطانه خاشقجي انخطف بالقنصليه السعوديه، بس طبيعي لازم نقول شيء مهم هون. بحب الردح يلي صار بهيدا الفيديو، بدي الملك، ولما نقول الملك يعني احمد موسى. ده في ناس بتختفي قصريا عندكم في بلادكم، ده بتقتلوا ناس. ده تركيا دي اخفت 150,000، حد يعرف عنهم حاجه؟ حدش يعرف عنهم حاجه. ده قتلوا السفير الروسي على الهوا. قطر كل يوم عندها اختفاء، حد بيسال على قطر؟ ده نائب تميم بقاله 3 4 سنين مختفي قصريا، حد قال فين جثته؟ ولا حد. فعلا ليش متضايقين؟ ما طبيعي، هو للصراحه طبيعي بالنسبه للسعوديه ومصر. لك هالمسخره، قال متضايقين من شان انسان انخطف من اسبوعين. بس احمد موسى ما اكتفى بالابداع هون، لا خلص صار عم يضرب بترامب. حتى ترامب بيقول لك انا هدعو خديجه انها تيجي تزورني. ما تزورك، ايوه تزورك، وبعد هو خطبها اصلا؟ ما خطبهاش، ده لسه عارفين بعض بقالهم شهرين. طبعا الموضوع الاهم هو هون كيف تعرف جمال خاشقجي على خطيبته. والاهم حبيبي احمد، انت يا غيران من خطيبته لانه رايحه عند ترامب، يا تقريبا انت كنت تحب جمال خاشقجي. وعلى سيرة ترامب، I would not be in favor of stopping a country from spending $110 billion, which is an all-time record. So what good does that do us? There are other things we can do. اوكي، يعني الموضوع عند ترامب معروف كيف ممكن ينحل، مش قصة مصاري ابدا. يعني تقريبا في 400 مليار جديدة رح تندفع. قلبي عليكم والله، شكلها في دفعات كتير الفترة الجاي. فكرتوا نسينا قدوة الإعلام المصري ولاري كينج العرب؟ أكيد ما نسينا جمال خاشقجي. قناة الجزيرة قلبت الدنيا على جمال خاشقجي. أن جمال خاشقجي قد خرج من، وقالت أن جمال خاشقجي لم يخرج من القنصلية السعودية. يقول له أخبار جمال خاشقجي تركيا مقلوق، هنشوف جمال خاشقجي فين حدش يعرف. وانا تقديري انه جمال خاشقجي لم يكن معارضا، جمال خاشقجي هو اخوانجي صرف. عفوا استاذ عمر، معقول تكون مش عارف اسم الصحافي يلي كل الصحافه العالميه عم تحكي عنه ولا ايه؟ And I wonder whether you can comment on what Al Arabiya has claimed today. The reports of Khashoggi's disappearance have been pushed by Qatar. Saudi Arabian newspaper Okaz says that Qatar has a 50% ownership of the post and has influence over its editorial direction. And the newspaper Al Yawm has claimed that members of the death squad were in fact tourists. السعودية قررت انها تحقق بالموضوع بعد اسبوعين. التحقيق حيشارك فيه شخصيات عامة من اكثر من دولة، حيكون برئاسة المحقق كونان من اليابان بمساعدة المفتش كرومبو من مصر وكابتن ماجد من السعودية. وبعد اسبوعين، تحقيق بعد اسبوعين من بعد ما اختفى القنصل العتيبي
اصلا ليش هرب العتيبي بعد ما فهمت؟ هو شو خصه؟ الرجل يمكن خرج من السفاره واخذوه عشان يضرب السعوديه في تركيا ويسبب مشاكل حاقدين الطائفه النصيريه لانه يبغون سوريا تكون علويه صفويه فارسيه لا تدخل للابد. عندي احتمال ثالث يا ابو محمد، ان كفار قريش هم الذين اعترضوا سبيله وقتلوه. شو رايك يا رجل؟ اعطوا احتمال معقول في العقل يا رجل. خلص احنا حنعمل التحقيق لمحمد بن سلمان. وين كنت وقت دخول خاشقجي على السفارة؟ أنا كنت في الحمام ساعتها. حرام، يمكن عنده إمساك أو شيء. شو قصة مارقين؟ هني للصراحة كانوا مارقين من السفارة مخصوص علشان التحقيق يكون حسب الأصول. بعدين إذا مزبوط انقتل بيكون هول جماعة 5 ستارز، جماعة نضف، عزبوا وقتلوا بعدين نضفوا ما شاء الله. للقضاء على البقع من أجل جريمة نظيفة. وهلأ إذا بتجاوبني على هذا السؤال بتنتقل معي لمرحلة النص مليون ريال. لو مشينا بفرضية أنه انقتل، كيف ممكن يكون انقتل عن طريق الخطأ؟ 1. سكتة قلبية ولما خافوه أخفوه. 2. هو فايت على السفارة وقع عليه شي بالغلط، تلبكوا قاموا أخفوه. 3. الأنصل كان عم يلعب مع الموظفين لعبة البوليس والحرامي وقتلوه بالغلط وأخفوه. 4. انتحروه وأخفوه. فينا نحذف لكم إجابتين وفيك تستعين بصديق. في وسيلة رابعة أضفناها السنة هي الاستعانة بلجنة الحكماء. طيب نتصل بالرئيس ترامب. براءة يا جماعة، مبروك. بالختام وبعيدا عن السخرية يلي عم نشوفها بالتعاطي، يمكن حادثة الخاشقجي مش الأولى من نوعها، بس هي حتما من الحوادث يلي بتثبت كيف قيمة الإنسان تسقط عند الاعتبارات والمصالح السياسية. وإذا الدولة الأم سمحت بهالشي والدولة اللي كان فوق أراضيها كمان سكتت وكل دول العالم اتفقت انه الانسان رقم بمعادله خاليه من الانسانيه، نحن كاعلام المفروض نكون الصوت الاخير نضيف بهالمعادله. بشوفكم بحلقه جديده.